الآن ميراكلس الطاووس ملكي. ها، لما العم جابرييل يتصل؟ يجب أن أتحدث إليه. نعم يا عمي. فيليكس، أحتاجك الآن سريعا. ماذا تريد؟ ألم ينتهي كل شيء بيننا؟ الموضوع مهم، قابلني في المخبأ. أين أنت يا عمي؟ لماذا لم تأتي؟ سأراسله. أين أنت يا عمي؟ لقد جئت. فيليكس. ها؟ كنت أنتظرك منذ وقت. لماذا أتيت بي إلى هنا؟ ألم نتفق على كل شيء من البداية؟ الآن أنا أحتاج إلى قوة ميراكلس الطاووس. هل ستساعدني؟ هل تطلب مني المساعدة؟ نعم. هل تحتاج إلى ميراكلس الطاووس؟ لا أريدك أن تستخدمه. الآن أنت تعرف هدفي الرئيسي. حسنا، أنا في صفك الآن. لن يكون هناك طريق للعودة فيليكس. معا سنهزمهم يا عمي. كنت مخطئا بشأنك. سينتهي وقتكما قريبا يا الدعسوقة والقط الأسود.